اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الكبار، الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا يا كابتن، منور. ربنا يخليك يا كابتن. استاذ محمود شاوي، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك يا كابتن، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك يا حبيبي. استاذنا الفاضل استاذ محمد القوسي، ده شرف لينا. الله يخليك. انا يخليك استاذ محمد واستاذ محمود. خلينا نبدا برايكم النهارده في خساره النادي الاهلي لنقطتين مهمين. طبعا ما كناش نتمنى الاهلي يخسر النقطه الرابعه وتعادلين في ماتشين متتاليين. يعني الحقيقه المستوى لم يكن على ما يرام، الاهلي لم يقدم المستوى المطلوب في المباراه. انا شايف ان الاسباب يا كابتن اسلام، يعني اكيد طبعا الناس الخبراء والمحللين اتكلموا كتير جدا في الموضوع ده من ساعه ما انتهت المباراه، لكن يعني عمليه التدوير الكثير امر خطير، والتغيير الكثير في التشكيل امر يعني يؤثر على اداء الفريق. يعني احنا شفنا السنه الماضيه، ما كناش بنقول كده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كانش فيه تغييرات كده، كان أوكي. اي حد يعرف تشكيل الاهلي كان تقريبا فيه 9 ثابتين في الملعب ما بيطلعوش من الملعب، لكن دلوقتي كل مره فيه 6 فيه 7 فيه 8. طبعا ده في النهايه يقول لك ده يرجع للمدير الفني، لكن ده بيؤثر على انسجام الفريق وعلى على الحيويه الموجوده. حاجه بتقوله ده، ولكن السنه اللي فاتت مثلا انت لاعب في اول 13 مباراه، ان السنه اللي فاتت تلعبهم في كام؟ 70 يوم. انت السنه دي لاعب نفس عدد المباريات في كام؟ 50 يوم، وبالتالي في فرق 20 يوم فرق مثلا. تمام، هنا في ضغوط عليك. ما انا بقولك على فكره، انا مش انا زيك، انا بحب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، او شايف ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ولكن انا بقولك الرد اللي بيترد، لانه هنا في 70 يوم فانا خدت راحتي، فكنت اقدر العب بتشكيل ثابت. هنا في 52 53 يوم فمش قادر اعمل كده، لازم كل شويه، لان انا النهارده مثلا النهارده انا بلعب محمد القوسي، بكره هقعد محمد القوسي عشان احنا مسافرين يوم الخميس عشان عندنا ماتش السبت، وهنرجع من السبت يوم الاحد الصبح تريح الاثنين تلعب الاربع ماتش ضد زد. طبعا هي امور معقده وامور كثيره جدا، لكن دعنا نتفق، وانت يعني طبعا عندك خبرات اكثر مننا في جوه الملعب وجوه ارضيه الملعب، ان التغييرات الكتيره طبعًا تاثر على الانسجام في الفريق. حد يفتكر ان انا بقول كده عشان انا بقول الكلام اللي بيترد عليه؟ لا طبعا، يعني لكن التغييرات الكتيره اللي بتحصل في فريق النادي الاهلي بتاثر على الفرقه، بتاثر على الانسجام، بتاثر على بتاع لكن النادي الاهلي النهارده لم يكن في المستوى المطلوب. يعني يمكن في ماتش الجونه كان بيلعب وكان بيهاجم وبيضيع فرص، النهارده شايفين مفيش فرص خالص. يعني صحيح. يعني الشق الهجومي في النادي الاهلي غير موجود تماما، غايب. المشكله اللي بيعاني منها النادي الاهلي هجوميا بقى لها فتره موجوده، يعني لا في هجمه كويسه ومنظمه، لا في تسديد، لا في اطراف بتشتغل بشكل كويس جدا، وسط الملعب انت مش مسيطر عليه رغم انك مستحوذ بشكل كبير جدا. لكن في النهايه انا لا يهمني هذا الاستحواذ، استحوذ ب 90%، لكن المهم انك تسجل الهدف، وده اللي ما قدرش يعمله للنادي الاهلي النهارده. يمكن كولر نفسه طلع اعترف بعد المباراه بان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب والاداء كان سيء، لكن اكد على ان الاداء الدفاعي للمنافس. طب ما طول عمر النادي الاهلي بتواجهه فرق بتلعب بطرق دفاعيه، انت فريق قبل النادي الاهلي ما لعبش بطرق دفاعيه، انت عليك كمدير فني انك تحل ده وتلاقي حلول لده، والحلول معروفه، لكن الحلول ما كانتش موجوده النهارده عند لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي خسر الاهلي نقطتين مهمتين الحقيقه، اعتقد يعني مهمين في المنافسه على الدوري. يعني بعد ما كنت متصدر وكنت هتواصل تصدرك تراجعت المركز الثاني. محمود، شوف يا كابتن اسلام، قبل ما تلقوا باللوم على يعني المقصر لازم تشرح كل الاسباب، زي حضرتك قلت في البدايه في الانترو بتاعك ومع الكابتن عادل طعيمه ودلوقتي مع الاستاذ القوسي. الاهلي بيتعرض لضغوط رهيبه في مساله ضغط المباريات، ده حقيقي وواقع، اللي ينكره يبقى جاحد او مش شايف. انت بتقول كده عشان تبرر وتطبل. لا، ما انا هقول بقى اللي بعدها. مش هو ده اللي بيتقال؟ يعني هقول الجمل لما دي. تقول الكلام ده انه على الرغم انه حقيقه، يقول لك يا عم انت بتطبل وبتبرر. لا، ده واقع. بس ده واقع الحقيقه. بس مع انه واقع لازم تشرح معاه بعض الامور الثانيه. اتفضل. هشرحها لحضرتك دلوقتي حالا من وجهه نظر المتواضعه. اتفضل. الاهلي قدره انه بيخوض كل بطوله عشان مركز واحد. صحيح. وفقط. لما لعب الدوري الافريقي كان عينه على اللقب الاول. دوري ابطال افريقيا كذلك، دوري، كاس، السوبر، عنده كاس عالم الانديه، طول الوقت وهو رايح كاس العالم الانديه دون كل الفرق تقريبا او معظم الفرق، طول الوقت الاهلي رايح عشان ياخد ميداليه ويطلع في منصه التتويج، تصور؟ نعم. يعني حتى كمان مش صحيح. مش فكره تمثيل مشرف او ان انا رايح اعمل ماتش حلو وارجع. القدر ده اللي خلى الاهلي مضغوط طول الوقت في كل المسابقات، عامل لك دروب في ضغط المباريات، والسكواد بتاعك صحيح سكواد كبير جواه نجوم كبار جدا في كبر الخطوط، لكن زي ما الاستاذ القوسي بيقول انه القوام الاساسي لاي فريق لو اختل بعض الشيء بيأثر على الانسجام جدا. ده اللي بيحصل في الاهلي في عمليه التدوير، وبالتالي عمليه التدوير لازم تكون عمليه مصغره 2 3 بالكثير عشان تقدر تواكب
المرحله تواكب كمان رغبه المنافس انه يخطف منك نقطه، ودي نقطه مهمه جدا ما بتحصلش الا مع الاهلي وفرق قليله يعني سواء في المنطقه او في مصر على المستوى المحلي. ده فيما يخص المبررات اللي انا مقتنع بيها من وجهه نظري. ولكن يا كابتن اسلام، اي لاعب بيلبس الفانيله الحمراء لازم يكون عنده الرغبه والطموح انه يكون زي اللاعب الاساسي. لو تاثرت بهذه الرغبه او قلت عندك، انت عندك مشكله، لازم تراجع نفسك. وبالتالي اي لاعب خارج التشكيل الاساسي وخارج القائمه احيانا لما تجيله الفرصه لو ما مسكش فيها يبقى عنده مشكله. طب هل ده موجود في الاهلي؟ من وجهه نظري موجود وبقوه. في بعض اللعيبه الموهوبه داخل الاهلي لما بتبعد شويه عن الملعب بتتاثر مستواها. لما يجي لك الفرصه زي ما حصل النهارده وما تمسكش في الفرصه يبقى انت عندك مشكله. ده رقم واحد. رقم اثنين، مين يقدر ينكر ان كولر مدرب عظيم؟ انا في اعتقاد ان هو واحد من اهم المدربين، حقق خماسيه تاريخيه الموسم اللي فات، قادر ان هو يعمل خماسيه او يعمل بطولات كتيره جدا الموسم ده، قادر على ده. لكن هل كولر له اخطاء؟ بالتاكيد له اخطاء، وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي جدا. ومن هنا يا كابتن اسلام زي ما انا قلت المبررات، القيد في البند الثاني المسؤوليه على بعض اللعيبه ما بتمسكش في الفرصه، التدوير زي ما الاستاذ اوسو بيقول، رقم اربعه وده مهم جدا بقى يا كابتن اسلام. انا شايف اللي حصل النهارده جرس انذار عنيف لفرقه الاهلي. لعيبتنا النهارده لو تشوف الجمهور وزعلوا هتعرفوا قد ايه مقصرين في الملعب. صحيح في بعض الناس وكتير من الناس بتلتمس لهم الاعذار من الضغط العصبي وضغط المباريات. صحيح ملعب المقاولين العرب ارضيه الملعب ما بتساعدش كتير انت تطلع كل اللي جواك، انا مقتنع بده. ولكن الجمهور اللي زعلان ده لازم اللعيبه تنتبه لزعل الجمهور في التوقيت ده الحرج ده. ليه حرج؟ لانك انت على بعد ايام من بطوله عالميه كاس العالم للانديه اللي الاهلي طول الوقت بيحط فيها بصمه، وبالتالي انت رايح عشان تمثل بلدك وناديك العظيم بشكل مشرف بالمستوى بتاع النهارده ده. ده جرس انذار. يانج افريكانز يوم السبت اذا ما كانش اللعيبه دي هتقدر انها تحط بصمه جديده في تاريخها هيبقى عندهم مشكله. وبالتالي انا شايف ان هو ضروره غلق الملف ده بكره، التركيز للي جاي، التركيز للي جاي، لان فعلا الجمهور حزين وحزن في محله طبعا. لان يا كابتن اسلام نقطه اخيره، لعيبه النهارده لو كانت شاطت 10 تسديدات على المرمى وعملت اكتر من خمسه سته سرو وضيعت انفرادين ثلاثه وتعادلت الناس كانت هتسقف لك، لكن في تقصير في الاداء نفسه وده اللي بيزعل الجمهور. جمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور مثقف، جمهور يفهم في الكوره كويس جدا. لما بيشوف تقصير من بعض اللعيبه او عدم استغلال الفرصه ده اللي بيزعله. استاذ محمد رايك في التحكيم بقى، يعني ماشي مباراه النهارده ولكن بشكل عام برضو في المسابقه؟ لا يعني لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل ما تقدرش تقول ايه ان في كوارث تحكيميه، يعني بنسبه كبيره جدا في ظل وجود الفار المفروض الاخطاء بتقل بشكل كبير جدا. يعني مش شايف ان فيها تاثير على النتائج بشكل واضح. يعني بص في ركلات جزاء بتتحسب، يعني هل من المفترض احنا نستنى لما يبقى فيها تاثير؟ لا يعني 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 انا مش هخليه يعني لو قدامي نماذج وامثله معينه هتكلم فيها يعني. فبالتالي يعني مش عايزين نحط يعني النهارده تحديدا كابتن محمد عادل في كوره كان لازم يتم طرد لاعب نادي سموحه اللي هو ضرب امام على اسلام جابر في الكره اللي عمله اللي خدها بالكوع على فكره. كان في يعني لقطه مشابهه ليها في ماتش الاسماعيلي وبيراميدز، ابراهيم توري مع لاعب الاسماعيلي كوع برضو كده واخد فكر نفس اللعبه بنفس الشكل، يعني خد فكر احمر مباشر. يعني الفار جابه واستدعاه وكان لازم الفار يستدعيه يعني في الامور دي يعني. انا قصدي اقول لحضرتك ان كابتن محمد عادل تحديدا يعني لانه اللي وقع من يومين ثلاثه فانت بتضغط عليه انت تلعبه ماتش زي ده، وجهه نظري. بس يعني انا برضه يا كابتن يعني انا مش شايف ليه تاثير كبير على النهارده، يعني ملوش تاثير على النتيجه، يعني مفيش حاجه جوه منطقه الجزاء، مفيش اهداف، مفيش حاجه. هو انا لما لاعب فرقه ب 10 لعيبه غير لما لاعب فرقه 9 ب 11. في النهايه هو قدر اللعبه، لكن في فار بره برضه كان ممكن يتدخل في الموضوع ده. الفار يعني اللي طارد النهارده لاعب بيراميدز الفار مش الحكم اللي موجود في الملعب. ايوه صح، رجع الكابتن رجع البتاع، المفروض الفار ده موجود يعمل ايه؟ احنا شفناها وحضرتك شفتها وكلها، الراجل جاب دم، ما تتحرك حضرتك وهاته وخليه يشوف اللعبه ويخليه يجي يشوف اللعبه وساعتها هو يتحمل المسؤوليه. ممكن هو في الملعب ما كنتش شافها بالقوه وبالعنف اللي احنا شفناه ده، ممكن في الملعب بالظبط، فالفار هو دوره، فالفار شافها دوره. يعني بتاعت تورين النهارده احنا لما شفناها من اول وهله عادي جدا بتعدي، لكن لما تعادت يعني
ده هو ضارب وقاصد ومتعمد ان هو يعمل كده. فهنا حكم الفار، فنحيي حكم الفار هنا يعني، نحيي حكم الفار بالظبط يعني. هنا كابتن محمد الحنفي طب ما النهارده هتثبت ركله جزاء على الاسماعيلي، انا بنفسي شايف ان فيها شكوك يعني، ما لكن في النهايه الحكم شاف ان دي ركله جزاء تستحق وحاسبها، والفار كده معايا يعني في النهايه فيها وجهات نظر يعني. لكن انا في ماتش الاهلي النهارده مش شايف ان ليه تاثير كبير جدا في النتيجه يعني، يعني انا مش هقول مش عايزين نجيب مبررات، لا ما فيش مبررات يعني الحمد لله، لكن انا بطلب حقي. لا طب بص ادينا حقي حتى لو انا وحش، ما انا ممكن على فكره يلعب بتسع لعيبه مش ب 10 بالظبط يعني، ممكن الاهلي يلعب بالظبط يعني، ممكن اتغلب يعني، صحيح لكن انا بتكلم ان انا كنادي انا عايز حقي، لا انا لا اطالب باي شيء، هذا مطلوب طبعا يا كابتن، وحقك تاخده في كل الاحوال سواء كنت في يومك او ما كنتش في يومك، ماليش دعوه يعني. وبعد كده الباقي يحصل اللي يحصل يحصل يعني، نتغلب نتعادل نكسب دي حاجه بتاعت ربنا، لكن التحكيم احنا في النهايه يعني عندنا بعض المشاكل اللي فيه محتاجه حلول كتيره جدا، اعتقد ان هم بيشتغلوا عليها دلوقتي، بريرا بيشتغل عليها جوه لجنه الحكام، يمكن تصريحاته الاخيره كانت مهمه جدا اللي اكد فيها على ان هو بيحاول يطور في منظومه التحكيم، ننتظر هذا التطوير يعني، احنا انا ما شفناش تغيير كبير قوي في التحكيم ساعه ما جه يعني، ما شفناش قفزه تحكيميه حصلت في التحكيم المصري، عايزين نشوف ده يعني، ازاي نشوف ده الله اعلم يعني، ما اعتقدش ان احنا هنشوفه يعني. انا كنت ضيف معاك يا كابتن اسلام قبل كده وتحدثنا في هذا الملف الشائك، انا طول الوقت شايف انه لو جبت لجنه حكام تضم كل خبراء اللعبه في العالم التطوير مش هي برضو ليه بقى؟ ليه؟ الموهبه يا كابتن. التحكيم المصري بيعاني من نقص في المواهب. واي حد يجي يكلمني في هذا الملف. شوف المواهب زمان وشوف المواهب دلوقتي. حد هيقول لي وكان في مواهب زمان في التحكيم؟ طبعا كان في. جمال غضون ما كانش موهبه؟ جمال غضون كان موهبه تحكيميه. انا اعتقد انه التحكيم المصري بيعاني من مواهب. اللهم الا يعني محمود البنا الى حد ما عنده الموهبه. لحد كبير عشان ما اظلموش. لكن في عدد كبير جدا من الحكام خدوا صيت اكبر من حجمهم وخدوا مكانه دوليه اكبر من حجمهم وربما يكون تاثروا برضو بالمرحله اللي بيمروا بها القاره الافريقيه كلها فخدوا مكانه لا يستحقوها هم وغيرهم في الحكام الافارقه. التحكيم الافريقي بيعاني معاناه جديده جدا، التحكيم المصري بيعاني من المواهب بشكل عنيف. احنا بنطبق الفار عندنا تطبيق فيه قصور كبير جدا يا كابتن اسلام، باعتراف الحكم محمود عاشور نفسه في احد الحوارات التلفزيونيه مؤخرا لما قال لا احنا ما بنطبقش الفار زي ما بيقول الكتاب. طب احنا ما بنطبقوش زي ما بيقول الكتاب ليه؟ اشتكيتوا من الكاميرات حصل تطوير في الكاميرات، اشتكيتوا من غرفه الفار حصل تطوير في غرفه الفار، بس الكاميرات ما اتطورتش لغايه دلوقتي، ما زال هناك عجز شديد جدا في التطوير في الكاميرات واظهار اللعبات الحقيقيه يعني. احنا كمتابعين وكمشاهدين يا كابتن ما بنشوفش اللعبه بشكل حقيقي يعني. النهارده قعدت اركز اتعادت مثلا ركله الجزاء بتاعه الاسماعيلي 6 مرات ان اشوف الكوره في ايد اللاعب، هي انا احساس ان هي لمست يعني او ما لمستش، بس انا مش قادر اشوف ده بشكل واضح يعني. انا في تخيلي ان الفار اللي كان النهارده ما قدرش ياخد قرار يستدعي مسابقه للحكم. ممكن بسبب الكاميرات برضه، بس هو نفسه اللي اشاد بالتغيير يعني، محمود عاشور نفسه هو اللي اشاد ان في تغيير حصل على الكاميرات وفي هو اللي قال مش انا اللي قلت فحصل تطوير وقال ان حصل تطوير في وضع الكاميرات وحصل. طب انا مش شايف تطوير اصلا في اداء الحكام. انا في حكام اعرفهم والله يا كابتن اسلام، في حكام اعرفهم بيلعبوا بيصفروا في الدوري الممتاز احيانا، ناقشهم في القانون، ناقشهم في القانون، اعمل لهم اختبارات تحريريه في القانون، ايوه اعمل، هتلاقي في قصور كبير جدا. بص يا كابتن اسلام، الموهبه هي اساس اي نجاح. عشان كده انا شايف ان بريرا او غيره هيعاني معاناه شديده جدا طالما ما اختارش مواهب كبير. الحاجه الثانيه المهمه اللي بتصب برضه في موضوع التحكيم ده، التصنيف اللي حطه بريرا ده تصنيف كارثي، لانك انت في حكام بعيدا عن محمد عادل اللي كان لعب ماتش في افريقيا قريب ورجع بيحكم النهارده، في حكام بيقعدوا غايبين عن المستطيل الاخضر فتره طويله جدا جدا. على فكره الناس مش منتبهه للموضوع ده. طب لما يغيب مثلا 25 يوم ويرجع يصفر هيكون بفرمته؟ لا ما زي اللاعب. حلو قوي. طب الكلام ده كان بيحصل زمان؟ ما كانش بيحصل زمان. ليه بقى؟ لان يعني الحكم لا بيلعبش فوق بيلعب تحت. الله ينور عليك يا كابتن، بيلعب في ممتاز به واحيانا في القسم الثالث ويصفر هنا ويصفر هنا، تمام؟ ورايه هنا ورايه هنا، واحيانا كمان بيلعب ماتشات ناشئين كمان. دلوقتي بالتصنيف اللي حطه بريرا خلى الحكم يلعب في دوري ممتاز فقط ويبتعد عن الاقسام الادنى. ده عمل فجوه كبيره جدا في مستوى التحكيم. لو انت عالجت كل الكلام ده ممكن تلاقي عندك
مواهب تقدر تصنع الفارق في التحكيم المصري. بس بجانب المواهب اللي بتقول عليها محمود، اللي هو ان الحكم في نفس الوقت لابد ان يجد الحمايه الكامله اللي في ظهره، طبعا ان يجد اتحاد كره قوي يحميه، اتحاد كره قوي ما يخليش اي لاعب يتنرفز ولا يشوح ولا يتجاوز ولا يتطاول، بيخلي الحكم واقف في الملعب كالاسد ايا كان مستوى الحكم. استاذ محمد، في حاجه زي دي بيحصل ايه؟ لما الحكم يشوف ان في لاعب تعدى الخطوط الحمراء او تعدى قانونا عليه باي لفظ او باي فعل، يجب ان يكتب ده في تقرير، مش يكتب وياخد قرار، مش يكتب وياخد قرار فوري يعني. انا بقول الكلام ده ليه؟ من خلال مشاهدتنا ومتابعتنا للدوريات، مثلا الدوريات الاوروبيه اللي هي تعتبر النموذج الاعلى في كره القدم على مستوى العالم، سواء فنيا او تدريبيا او تحكيميا، ان لا احد يجرؤ الاقتراب من الحكم، محدش يقدر يقرب من الحكم. ليه محدش يقدر يقرب من الحكم؟ لان عارف اللي هيقرب من الحكم هتقطع رقبته. طب دي نقطه مهمه، احنا هنا دي نقطه مهمه. في حاجه بقى بتحصل دلوقتي اللي استاذ بيتكلم فيه، الايفاب اللي هو المجلس الدولي بيقرروا غيروا اربع احتمال يتم تغيير اربع، من ضمنها البند ده بالمناسبه، صحيح، اللي هو فرض حمايه للحكم. هو هيعملها منطقه زوم بتاعته، دي منطقه الحمايه، لو حد دخل فيها الكروت شغاله. ده بيحصل في ده اللي المفروض يبقى موجود يعني. لكن احنا عندنا احكام كتير جدا، تشويح، تقريب، اعتراضات طبعا، والحكم بيعمل نفسه ان هو مش شايف، يعني علشان ما يدخلش نفسه في ازمات، لان هو لو اشتغل صح ممكن يطرد له 5-6 من الموجودين اللي في الملعب، وفي نفس الوقت هيتعرض لهجوم شديد جدا واتحاد الكره مش هيحميه. فمهم جدا ان يكون في قوانين واضحه ورادعه علشان الحكم يقدر يؤدي رسالته، زي القاضي في المحكمه، في حد يجرؤ ان يقوم يتناقش معاه ولا يتكلم معاه ولا يعترض ولا يتكلم، على طول احطك في القفص. فعنده حمايته وعنده قانونه اللي بيحميه، ده مش متوفر عندنا في الكره المصريه الحقيقه، وده اللي عامل مشاكل كتير جدا، وبيضعف الحكم ويظهر شخصيته شخصيه ضعيفه. انا لما الاقي ورايا اداره قويه جدا، وده موجود في كل المجالات، صحيح، انت دلوقتي انا كمسؤول حد مديني صلاحيات بدير حاجه معينه، ورايا اداره قويه فاقدر اتعامل مع الموظفين بتوعي اللي هم اللعيبه مثلا بشكل قوي جدا وشكل منظم جدا. اللعيبه دي او الموظفين دول هيرجعوا للي ورايا، مفيش حد هيحميني، طب ما خلاص كله هيبلطج عليا وانا مش عارف اديره ومش عارف اعمل اي حاجه ومش عارف. فشخصيه الحكم المصري ترتبط بوجود لوائح وقوانين قويه جدا وصارمه جدا، تستطيع ان تفرض شخصيه الحكم حتى ولو كان قليل الموهبه. يا محمود يقدر يدير بشكل قوي بالقانون واللوائح اللي موجوده عنده. طيب يوم الخميس اللي فات كان في اجتماع ل انتخاب رابطه الانديه الافريقيه، الخميس اللي جاي انا اسف، لانتخاب رابطه الانديه الافريقيه، ايه اللي ممكن يحصل؟ لا هو مش انتخاب، هو حفل رسمي، صحيح، حفل رسمي هيعلن فيه عن، ربما يعلن فيه عن المكتب التنفيذي، ربما، لكن المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، المكتب التنفيذي للرابطه سوري. ده طبعا ملف مهم جدا يا كابتن اسلام، مش كتير منتبه ليه شويه. احنا امام الرابطه دي هي اللي هتقود ال اللي كل الكره الافريقيه على 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 على, على صعيد الانديه، صحيح. في اكتوبر حصل اجتماع موتشيبي رئيس الاتحاد الافريقي وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي عملوا اجتماع موسع، حضروا طبعا النادي الاهلي. الاجتماع القادم ده يوم الخميس في احد الفنادق الكبرى في القاهره، هيتم فيه تدشين او الاعلان رسميا عن تاسيس الرابطه. الرابطه دي طبعا هتضم كل الانديه الافريقيه او معظم الانديه الافريقيه، البورد بتاعها هيكون ممثل عن كل الانديه او بعض الانديه الكبيره. طبعا النادي الاهلي بتصدر المشهد كالعاده، لكن لسه اللائحه يا كابتن مش واضحه. لائحه الرابطه نفسها. انت عارف هنا المجلس مثلا رابطه الانديه المصريه المحترفه. بيمثل فيها بعض الانديه بالانتخاب، لكن ما يكونش عضو مجلس اداره او رئيس نادي. صحيح. ده الوضع مثلا المصري. اللي هو رابطه الانديه اللي بتدير الدوري المصري. رابطه الانديه الافريقيه لسه الامور مش واضحه. البورد اللي هيدير الرابطه دي مش واضح التقسيمه بتاعته، لكن بلا شك اللي انا اعرفه من ضمن المعلومات الفتره الاخيره ان النادي الاهلي طبعا بحكم ان هو كبير القاره وزعيم القاره الافريقيه، لو سمحت اللائحه ان هو يكون ممثل عن النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي او ممثل عنه يقود الرابطه، هيكون النادي الاهلي على صداره المشهد. صن داونز موجود بقوه كاحد الانديه اللي بقى عليها صوت كبير، موجود بقوه في المنافسه طبعا لو حصل. هتلاقي الانديه المغربيه طبعا، الوداد المغربي، فوز الاقجع مش هيسيب الموضوع كده. وبالتالي لو حصل، لو اللائحه سمحت ان ممثلين عن الانديه نفسهم يكونوا موجودين في البورد بتاع رابطه الانديه الافريقيه، هيكون في منافسه شرسه في هذا الاطار. في كل الاحوال دي خطوه كويسه،
مين الاقرب يا محمود؟ طيب لا هو لسه ما اللائحه ما لا يعني انا شيء. فاهم ان لسه اللائحه لكن مين الاقرب مين اللي يعني هو الثلاث انديه دول سواء الوداد او الاهلي او السان داونز هو احد هؤلاء الثلاثي اللي هيم ده لو سمحت اللائحه ان هو يكون من عندهم ممثلين مش ان انت تترشح حد من خارج المجلس بتاعك تفرق كتير زي نفس الوضع المصري نفس الوضع لو حصل لو حصل ده اعتقد ان الاهلي هيكون له باع كبير جدا صحيح محتاج الموضوع تربطات لكن وفوز رجش اكيد قوي جدا في الاتحاد الافريقي لكن الاوقع خلينا بقى اكون مش الاقرب هغير اللفظ واقول الاوقع الاوقع انه يكون الزعيم او الكبير هو اللي على راس البورد يعني مفروض فنتمنى في كل الاحوال انها تكون خطوه كويسه للكره الافريقيه اللي بتعاني بشده حتى لو حصل بعض التطوير يا كابتن اسلام في السنوات الاخيره في الكره الافريقيه لكنها لا تزال تعاني من حاجات كتير جدا اهمها التحكيم لسه بنتكلم عنه التحكيم ده امر كارثي في الكره الافريقيه التحكيم يا راجل انت بتلعب بالدوري الافريقي او بلاش الدوري الافريقي دوري ابطال افريقيا ثلاث ارباع او تصفيات كاس العالم ثلاث ارباع الانديه او ثلاث ارباع المنتخبات بتلعب بره ارضها عشان الاستعداد بتاعتها عشان مفيش اعتماد لا في معاناه حاجه غريبه جدا في معاناه كمان رابطه الانديه دي يا كابتن اسلام رابطه الانديه الافريقيه هيكون عليها عبء كبير جدا في فكره زياده التسويق صحيح الاتحاد الافريقي واخد خطوات كبيره في موضوع التسويق زياده المداخيل والعوائد والبطولات والجوائز لكن الرابطه دي هتكون شريك في المعادله يا كابتن اسلام الشراكه دي هتخلق طموحات جديده للكره الافريقيه والانديه الافريقيه اللي بتصدرها النادي الاهلي النادي الاهلي وانا كنت محررك قبل كده وقلنا النادي الاهلي تتسبب في زياده ارباح وجوائز الدوري الافريقي مثلا صحيح النادي الاهلي في كل اجتماعاته كان بينادي وبيطالب وبيصر على فكره ان جوائز دوري ابطال افريقيا تبقى تليق ببطل القاره صحيح الرابطه دي بقى هتكون شريك وداخله في كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها دي هي خطوه مهمه تتعمل صح يتعمل بورد كويس او مجلس محترم للرابطه صراحه في الاتحاد الافريقي قال لك هنعمل الفار من دور ال 32 لم يحدث المباريات مش هتتلعب الساعه 3 الظهر لم يحدث ده قال كتير يعني اتقال كتير جدا اعتقد ان هيبقى صعب جدا ان احنا نستنى يعني ما عشان كده يا كابتن اسلام بقى اللي الوعود اللي قطعها الاتحاد الافريقي على نفسه وموتسيبي وفشل في تنفيذها الرابطه دي هتكون مطالبه انها تخش في التفاصيل عشان تخلق القرار اوكي لو سابت الموضوع للاتحاد الافريقي فقط اعتقد حاجات كتير جدا هتقف. يانج افريكانز المباراه اللي جايه هي مباراه صعبه في توقيت صعب في وقت قليل قوي. طبعا بالطبع وده جزء من ضغط المباريات اللي بيتعرض للنادي الاهلي انك هتخلص من دي وتخش في الملف الافريقي وكمان انت هو طالع من مباراه صعبه جدا وخسران فده بيزيد ضغوط عليه. 3-0 هو خسران 3-0 فالمباراه دي بالنسبه له حياه وموت لو خسرها خلاص يبقى الامور بقت صعبه جدا بالنسبه له. اعتقد ان الاهلي محتاج يركز كتير جدا في الموضوع ده لان الجمهور يعني محتاج نصر بقى يعني بعد اللي حصل في الماتشين الاخرين في الدوري وماتش سموحه النهارده اعتقد محتاج انك تركز بشكل كبير ايا كانت الامور في لعيبه ان شاء الله هترجع بيرستاو هيرجع محمد هاني هيرجع كهربا هيرجع في الهجوم الحقيقه كل ده هتكون اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي اعتقد ان الامور هتبقى افضل كتير جدا من الاهلي اذا اتلعبت المباراه في ظروف كويسه واجواء كويسه يعني ممكن نحقق يعني نتيجه الساعه 9 بالليل فكويس ممكن نحقق يعني ميزه اعتقد ميزه يعني دي والمفروض يبقى في زي ما حضرتك قلت يعني حكايه انك تلعب الساعه 3 دي وناس بتفرض عليك الاجواء دي لظروف معينه مع ان عندها قدرات يعني مين هو جنوب افريقيا ما فيهاش ملاعب يتلعب فيها بالليل فيها اعظم ملاعب موجوده في القاره الافريقيه موجوده في جنوب افريقيا لكن انت بتصر علشان تقدر تستفيد من مميزات معينه خاصه بيك وهذا امر طبعا يعني غير مقبول خلي بالك من ضمن الامور اللي كانت بتتكلم عليها الشركه الايطاليه اللي عملت الدوري الافريقي ان هي عدم الزامها بان اللعب الساعه 3 الظهر لا طبعا يعني بعد كده يعني الماتش ميعاده راح وجه بعد ما كان ميعاده الساعه 6 ده في يوم وليله يعني فوجئنا بيه بيتغير تاني يوم وان الماتش هيتغير ويتلعب الساعه 3 ايا كان يعني انا مش بقول ده كمبرر مثلا او ان ده خاص النادي الاهلي ده يبقى على الكل حدد مواعيد كلها زي العالم كله ما بيلعب يعني مواعيد تناسب الناس كلها يعني كمان غياب موضوع الفار في دور المجموعات ده امر انا من وجهه نظري امر كارثي لان ممكن يطيح بناس كتير جدا من الوداع انك انت ممكن تخسر مباراه ما تصعدش للدور اللي بعد كده فيعني يعني ايه بطوله يتلعب نصها من الفار كنا بنتكلم على كده ما بقول لك الاهلي والاهلي وما فيهاش البطوله نصها يتلعب من غير فار والنص الثاني يتلعب بالفار يعني ومع انك انت الفرق متاحه كمان عندك الفرق اللي هي ما عندهاش ملاعب
ما خليهم كلهم يصفوا مع بعضهم ويخلصوا الليله صح. دي لان ما ينفعش ان انا كل شويه يعني قاعده طب يعني مثلا حتى في الكونفدراليه تلاقي الزمالك بيتفاوض مع ابو سليم ما هتيجي تلعب عندي ولا اروح العب معاك في الجزائر. في فرقه كمان في نفس المجموعه اسمها سوى سوار الغيني ما عندهاش ملعب برضه. ثلاث فرق اللي في المجموعه ما عندهمش ملاعب يعني. طب ده امر غريب جدا. منتخب مصر هيلعب مع منتخبين بره ارضهم يعني وانا بروح بلعب في المنتخبين بره ارضهم. طب ازاي الكلام صحيح. ده يعني ازاي واحد ما عندوش ملعب انت تسمح له بالمشاركه اساسا يعني. ففي طبعا مشاكل كتير جدا في الاتحاد الافريقي. وزي ما قلته والاستاذ محمود قال ان موتسيبي عمل وعود كتيره جدا ولم يحققها لغايه دلوقتي. بل بالعكس حاجات كتيره جدا في مستوى الكره الافريقيه تراجعت بشكل كبير جدا. حتى احنا ثقتنا تراجعت في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا. يعني ايام حياته الله يرحم ايامه كان الاتحاد الافريقي ده سيف موعده سيف موعده محدده يعني احنا الحاجات دي خالص. انت تيجي مثلا كان قبل السوبر اللي فات مش عارف هتلعب فين وامتى والساعه كام ويوم كام. كان امور مش مظبوطه. لما اجي الدوري الافريقي اقول الجوائز 10 مليون دولار بعد كده 8 مليون بعد كده 4 بعد كده 2.5 بعد كده الاهلي يتدخل واعتقد ويبعت جوابات للكاف بعد كده يرفعها. فتحس ان الامور مش مظبوطه بشكل كبير جدا وفيها لبس كبير جدا. امور كتير جدا محتاجه ضبط في كره القدم الافريقيه بشكل عام يعني. اخيرا يا محمود النهارده الاهلي فاز على الزمالك في الهاندبول. اعتقد ان الهاندبول تحدث تطوير جيد جدا كتير جدا جدا. والنهارده كمان اتفرج على ماتش كابتن اسلام في مواهب حقيقيه داخل الملعب ولاعيبه صغار السن صغيرين في السن. مدرب فاهم جدا واعي جدا جدا بيعرف يستخدمهم كويس. جهاز فني على مستوى. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي يا كابتن اسلام ما قصرش تماما مع العاب الصالات. لو بصيت على ميزانيه النادي الاهلي على السنه الماليه 2022 2023 هتكتشف ان النادي الاهلي صرف ملايين طائله على العاب الصالات. ليه؟ لعده اسباب اهمها مكانه النادي الاهلي الرياضيه. النادي الاهلي زي ما بنقول من شويه ما بيخشش اي لعبه الا هدفه المركز الاول. صحيح. وبالتالي تطوير الهاندبول والفولي والباسكت وغيرها من الالعاب حتى كره الميه نفسها تطوير رهيب جدا في السنوات الاخيره. صرف كبير جدا. استقدام مدربين اجانب بشكل مميز كمان لعيبه محترفين احيانا. صحيح. الصرف ده بياتي ثماره دلوقتي بتطور في المستوى بشكل واضح جدا. وبصراحه بحييهم. فكره الهاندبول النهارده كانت ممتازه على المستوى الفني كمان. استاذ محمد استاذ محمود هسالكم سؤال اخير. مجلس الاداره يعني سنتين من العطاء والانجازات الكثيره سواء رياضيا او انشائيا يا استاذ محمد. لا الحقيقه يعني النادي الاهلي لما اتكلم في اداء مجلس الاداره اداء على اعلى مستوى اتكلم في ميزانيه النادي الاهلي تقترب من 4 مليار جنيه. حاجه محترمه جدا. على مستوى الانشاءات عامل انشاءات عظيمه جدا ما حدش عملها. اكملت في زايد الشغل تطوير في الجزيره تطوير في مدينه نصر فرع التجمع الجديد النادي الاهلي فرع اخر. ودلوقتي كمان التحدث عن فرع في العالمين. التحدث عن فرع في العالمين ان شاء الله قريبا هيجي. كمان عندك مشروع استاد النادي الاهلي والواحد سعد جدا بالقرار الاخير اللي اتخذ في مجلس الاداره الاخير بتكليف شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه بالبدء في اتخاذ خطوات على الارض. صحيح. الانشاء والتطوير والتسويق والاداره الحاجات دي كلها مهمه. ده معناه ان احنا ان شاء الله خلال الفتره القريبه جدا هنبدا نشوف اثر لهذا الملعب على ارض الواقع. ودي اعتقد واحده من اهم الخطوات في تاريخ ومسيره النادي الاهلي. لان انا مش متخيل النادي الاهلي يقعد كل السنوات دي من غير استاد يليق بيه ويليق باسمه ويليق بيه. بدل انت شوف دايما عندك مشكله في الملعب عندك مشكله في الملاعب بتسبب لك مشاكل كثيره جدا. فاعتقد ده هيحل مشاكل كثير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. على المستوى الرياضي مجلس اداره محقق البطولات وانجازات غير مسبوقه على مستوى التاريخ على مستوى كره القدم. لما النادي الاهلي في اخر 5 6 سنين تقريبا في نهائي دوري الابطال باثناء سنه واحده وبتاخد 3 4 بطولات بتاخد سوبر افريقيا بتاخد الدوري المصري بتسيطر وتستحوذ على البطولات في كره القدم. ده مهم جدا. على مستوى الصالات زي ما محمود قال الحقيقه حصلت قفزه وطفره كبيره جدا وخصوصا في الهاندبول وفي الباسكت بشكل غير مسبوق. انت كنت بعيد جدا في الالعاب دي وكانت فرقه مسيطره عليها يعني. صحيح. الزمالك اسطوره كره اليد والاتحاد مسيطر في الباسكت. انت خلاص يعني الزمالك عامل على الزمالك قربت على شوف انت اتصالات كنت يعني وخدت ماتش في الهاندبول كانت بتبقى هي يعني. دلوقتي انت ما شاء الله الحمد لله مسيطر ومستحوذ بشكل كبير جدا. فاعتقد ان هم ماشيين في تنميه رياضيه انشائيه اجتماعيه اقتصاديه بشكل كمان. شوف المستوى اللي وصل له النادي الاهلي وكميه الرعاه اللي جم للنادي الاهلي دي ما بتجيش من فراغ. ده بسبب نجاحاتك وادائك. صحيح. واستقرارك وانتظامك وجماهيريتك وشعبيتك كل ده بيخلي النادي الاهلي في حته ثانيه وبيخلي مجلس الاداره انكم انتم ماشيين في الطريق الصحيح. كملوا ان شاء الله الامور تكتمل سنتين يعني. من الانجازات الرياضيه والانشائيه.
مش هضيف كتير على كلام الاستاذ محمد القصي اللي تقريبا حصر كل الانجازات او معظمها، لكن تحيه لهذا المجلس المحترم اللي بيقوده راجل محترم، مش عشان احنا في قناه الاهلي، الناس كلها عارفه موقفنا وعارفه راينا سواء هنا او خارج قناه الاهلي، بنقول نفس الراي ولا نغيره. مجلس الاهلي ما شاء الله بيسير بخطى ثابته، التزام واحترام وانضباط وتطوير وتمسك بالاخلاقيات والمبادئ، بيقوده راجل محترم الكابتن محمود الخطيب مع مجلس متعاون. اعتقد اللي حصل في السنتين الاخرانيين يعني بيؤكد ان الاهلي بيسير في طريق صحيح رغم كل الاعباء الاقتصاديه العنيفه اللي بيمر بها العالم كله، الظروف الصعبه، لكن النادي الاهلي الحمد لله واقف ثابت، الانشاءات على اعلى مستوى رياضيا، تطور هائل في كل الالعاب. تحيه لهذا المجلس على دوره، نتمنى له التوفيق في الفتره المقبله. وبمناسبه المجلس دائما وابدا هندعو بالشفاء العاجل يا رب للاستاذ العامر فاروق طبعا، الرجل المحترم الفاضل نائب رئيس النادي الاهلي اللي لسه بيمر بالازمه الصحيه، وحركه الاسلام الله يكرمك موجود طول الوقت في المستشفى، وكل الاصدقاء الاعزاء بيحاولوا يطمنوا على هذا الرجل المحترم، وكل مجلس الاداره تقريبا كل مجلس الاداره موجود باستمرار. فطالما قلنا المجلس فلازم نبعت التحيه لهذا الرجل ونتمنى له الشفاء ان شاء الله يا رب. كل الدعاء يقوم لنا بالسلامه ان شاء الله الاستاذ العامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. شكرا جزيلا للاستاذ محمد على وجودك معانا، انا بشكرك. شكرا جزيلا للاستاذ محمود على وجودك معانا، انا بشكركم. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.